قولي لي خالتي، انا مضريه نجوز منها في الحومه تاعي نعجه نشوفك في لابوبال. عايشه منها لقط منها انا لا غالب على الدراري والله غلا غالب. كيفاش عايشه منها؟ واش تلقايده؟ لقط خبز نلقى خضره. خبز تديه تاكلي؟ والله غير ناكلو، والله غير نلقى كي نلقينا صاشيه تنقي لقطو نديها ياكلو الدراري. وزيدي واش تلقاي واش تدي واش؟ ندي خضره نلقاها نقيها نديها ولادي الله غالب. وراجلك وين راه ما عندكش؟ لا راجلي ميت راه عندك واحد. ولادك ما كاش اللي يخدم عليك؟ لا ما عنديش، ولادي مرضى. عندي ثلاثه مرضى مزمومين. وكي تجي لهنا زعما تلقاي في لابوبال؟ واش نلقى خبز خضره كيجي الناس كشوني هكذا كش واحد يعطي باش الخبز باش. وين تسكني هنا في عين نعجه ولا وين؟ لا كنت نسكن هنايا في عين نعجه وكيريبوا لي انا قاعد في دار المزايا. وين مزايا؟ قاعده برا. ايه برا برا في مزايا في قيطون. ايه في قيطون. وقولي لي على العام تجي لهنا والله غير عندي في خمس سنين ولا هذه موزنيه هنا عقلتها هنا في هذا البوب. لو كان عندي ما نديرش هذه الخدمه هذه، ربي راه يعلم وشوفي. ولو كان هذا راني انا على ولادي الله غالب.